حقك قلنا لعنة الله سبحانه وتعالى سمدك سوى الدقس هدو ير النبي عليه الصلاة والسلام من آوى محدثا وارقفك مجنجلية ومرض السارة وضمولة وقبات سية قف دم بوين كدعي بدعا وين كدعي دل كدعي بيك غضا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كركيس اللعنة دي إلهي هاهات واللعنة دي ملائكته هاهات واللعنة دي دكش عدم كركيس هاهات من آوى محدث هدي قبيل المرك كي واحد لي كي واحد عي كي واحد خيامي كي أمضى أمانة دي اللمي هدي قبيل الدفاع ولا لي هدي لي رهلوة الهبل ومضى صور دل على دل ويكاريسة والله إلا أن لقبت بالي حاجكونا ديق ماي عمرضونا ديق ميس محاد عيه ويوبقي ويس وحقوق ذات كلا سيدة بقاعدة وحوية أي علماء الإسلام كنا عضيين حقوق ذو الله حقوق إلهي لي واجبات صلاة وقصار صوم كصار حج كصار ذكر إلهي كصار زكاة كصار واجبات إلهي لي حقوق لي هي حقوق ذاتك كقول لي أما أنا ذا إنا وجود حاله ذا إنا ذا تابا ديك ذا إنا ذا تابا شرف ذا إنا ذا تابا حدود ذا دلك ذا إنا ذا تابا وحاي حقوق لي ذاتك لي إنا ذا إسكاد ورتو إسكيلانس تن إلهي عفس بيقول لي صنف تن إلهي هذا غلطي ما دلك هو حياله الدنبية إله سبحانه وتعالى هو كل فكرة حقوق ذاتك سومها وإن إياك عفس كذلك إياك إنك عفيا ما هي لبسي دين ما هي هذا الدنيا ده أتكفى كتنا آخر ميزان كان لبوت هذه رين هل كسالك أجا كتشريه بل كورها قف 8 مليون أصلا صفتان وزير بانا هاوح كترمس بقر بانا هاوح كترمس سلطان بانا هاوح كترمس كابا قبيل بانا هاوح كترمس غير هبل الله عندي راوان كده شو حكو ترميس حاجك هذا تكتو وين هذا الله عندي ران نمضى إسلام كصوبرتا هذه قرد صوماليا دم مطلوب بورا حق الله عندي ران الله عندي ران نمضى الدنيا هذه لو حسابتك كوجوكت حق كوجوكت نص مليون مليون عرفت أدنى هذه نسوق أيوه شنب غلا كون مجاران أنت أنا هاي الأشياء كمسلمين يما هذا ما كسرنا دولبا هل مليون يزيادة ومسلمين عربة حقي كوجوكتا لا دير النهوض هذا حتى من ألم كوه أكو حساب تما أكو حساب حقي كوجوكتا حتى حاطي بها قوي هما وحكو تري ميسا مركا من لكو جين ميس حج إمرنا كما صدق صدق قارب وحورنا يعني. ورسنا تقدم بأن حول سمينا إيه ها حول دعي قول كدع ضد كدع جقوي كدع وزارة دع حولها دع لعقت دع ضد كدل كان ماوس كان واحد دلي هل كجلي دبر كجلي وارهير هبه نجم أبحه دي الله جم قه ماي لما تدري شر ها حقي حق جلي حاجة بريتة مسكين يه فقير يه تعبان يه حاجة بريتة أين تذهب هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مسكين يا هو قد انتي حاله السيرة عليه كذا في نادي انسو كنت رجل انسو واركوا قاجيسن اي قاون اي حاجة عاد او حول هودي او نسيب كودي دولك او دولك النسيب كل يهنا او حق هودي انتو مري يا جيبوك كدو حسني يا هوتالانا كبري يا فلويك كدستي يا قريه حروطة يا قريه حارة أنت يا قريه سو كان مسكين كحوله سماها سو حقي سماها سو هودي سماها سو دوكي سماها سو ديكي سماها
هذا مالين سامر كحد بنا هذه عمره هذه اللي كاسو دبش الله هنا نكادب سيهر تحقق به كبح النبي عليه الصلاة والسلام غد إلهي سبحانه وتعالى النار إيام بلائك تعذاب حكمة لآن وما السمي حكمة لآن وما السمي وحن خصوة ختمة يا ولدي موعدة إيه حصوص انت عن نفتي دي لك ولا ليال صومالي حاجك يا عمرض ولا آدي وعمل فاضل هو ناكس لكن وين وحكاس بديش حرماتك إلهي وين دلارس وين دوينيس قف كستو إن قمضة وين أقادة حاجك هو آديه إنه كسو نقضه أما أتقو سوى يسبدني ونريره بالأحيني مسلم فله أسلمه إلهي وحوب بشري وبشر المخبتين ماها المجرمين ميا قفتن بسوق لحد سوى السمية ميا هل ليس إلهي هل ليس ديه وحصعوني أو إن قصعوا ماها إن غافلين أهانه أرضي يقدمين كأه إنا نقول نمها صدا صلا بي دروست نقص عطا دروست نقص عطا عبرنا نقص عطا إلهي سبحانه وتعالى نتصيا ما تقدقوا إلهي سبحانه وتعالى فلا تستعجل له كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما نلبسوا يسعروا سي حساب ما تقدقوا إلهي سبحانه وتعالى لكن عشر كينا فهمنا اللبه عشر رضا إنا فهمنا لبهي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أمضاها أغو أخر بضم بنكمدنا وإلهي فضلك أمضاها إسلام كبرك الله تريه أمضاها أغو هرية كمدنا الحمد لله وإلهي فضلك وأرهم وناكسا وناكين لي كمدنا قرآن كوف كإنا قادنا ملك استولي سوي مال شرف وي شرفت قرآن كوف لكن اللي هو عمل فلا عمل في سوين نتوصل واجب في سوين لقالا إلهي سبحانه وتعالى وحكبرينا إنو حجكاس يا عمر داس يا عبادة داس إلهي سبحانه وتعالى إنو قد يقول مدين إسكو بدلنا وسيدو ناكسين إسكو بدلنا مدين كو حصوصا واقع إنو وحاويها إي حالك إنو وحاويها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأصلح أحوال الصوماليين خاصة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادهم آمنة مطمئنة وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم أعصم دماءهم وأعصم أموالهم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.